كنا مرة في المكسيك، هقول لك حاجتين طواف مع كابتن حسين. كنا مرة بنلعب كاس العالم للقارات في المكسيك، فبعدين هو كان عنده شيخ في وش رجله وكان بيلعب، كانت مباراة بوليفيا، فهو كان صعبان عليه يعني. انا وحازم كنا بنلعب، انا وحازم عبد الستار من تحته، فكل شويه ايه يعني كابتن حسام هو الوحيد اللي بيجيب جوان وبيقول ان انتوا ما بتلعبوليش. فالمهم راح جه في الملعب، فانا في كوره كده بماشي بيها فبصيتها لحازم في كده، فراح قال لي بصيلي وراح ايه شاتم، فانا رحت ارد عليه. فبعدين الدنيا مشيت، فجينا واحنا نازلين الباص كنا خارجين نتعشى، كان كابتن جوان عامل لنا عشاء في المكسيك، وكان قبل ماتش المكسيك على طول. فجي كابتن حسام احمسكني كده قال لي انا بحبك، انت عارف انا على طول دايما بقف جنبك ودايما. قلت له يا كابتن انا عارف انت بتحبني والكلام ده كده، بس يعني بلاش يعني اشتيمه في الملعب والكلام ده. قال لي انا مش شتمتكش والكلام. قلت له يا كابتن شتمتني وكده. فقال لي لا انا مش شتمتك. قلت له يا كابتن شتمت بس يعني. فقال لي، فقلت له لا، حتى حازم سمع كده. قال لي حازم سمع، راح دخل الاتوبيس. انت يا عم حازم انا شتمت احمد حسن. فحازم مؤدب قوي يعني، فسكت كده شويه. قال له يا كابتن حضرتك شتمته او كده؟ قال له اه ده انتوا عاملين على رباطيه بقى، عاملين على وحسايب الاتوبيس واح ماشي. فجاء الكابتن الجاي بيسال يلا نتحرك، فقالوا لا ده كابتن حسام مش موجود. فنادى الكابتن الفرقه اللي بعديه كان هادي خشب، فقال له يا هادي فين حسام؟ فهادي بيحكي له، فبيقول له كابتن ده ما فيش، ده حصل مشاده بينه واحمد حسن، كان شتم احمد وكده فساب الباص ومشي. فراح كابتن جاي منادي لي قال لي تعالى. قلت له، قال لي يلا خد هادي وخد هادي، خد احمد واللعيبه وطلعوا هاتوا حسام صلحوه هاتوه كده. فهادي يقول له كابتن ده شتم احمد. قال له يا هادي اخوك كبير شتمه كده. فهادي وقف في نص الاتوبيس كده، طب يا جلال يلا ننزل نجيب الكابتن حسام عشان نصالحه عشان شتم احمد حسن. منطق كابتن هادي خشبة بهدوء وعنده منطق. 2006 كنت انا كابتن المنتخب وكده، وكان بقالي فتره طويله انا كابتن المنتخب، والكابتن حسام جه قبل البطوله بما فيش بايام يعني. فخلاص فالجهاز كله متعود ان انا كابتن البطوله التعليمات وكده. فبعدين انا احنا ادم اتنين انا وهو، فبنجري قدام، ففي كابتن كمال عبد واحد اللي هو كان المعد البدني وقتها. فاول اتنين احنا بنشتغل التمارين بتاعتنا دي، فيروح يدي الاشاره يعني ان احنا نتحرك، يلا يا حس. فبعدين هو حس يلا يا حس، فنبدا احنا نجري التمارين بتاعنا يلا يا حس كذا مره. فبعد كده جه في مره كده يلا يا كابتن احمد. قال له استنى استنى استنى، انا حس هو كابتن احمد يا اولاد. برضه طب بص، في دي عنده منطق برضه. لا والله يعني لا. يعني معه يعني لا بس يعني هو قالها قال له استنى انا حس هو كابتن احمد. فلا طبعا كابتن حسام ليه معاه مواقف كتير. كنا مره مسافرين برضه سفريه، وكان البلاي ستيشن ده لسه طالع جديد. فاحنا بقى الجيل اللي هو شويه انا وحازم عبد الستار والمجموعه بتاعتنا نقعد نلعب، فهو كابتن حسام عجبه البلاي ستيشن فلعبه، كان لسه البلاي ستيشن فاكسبه، فيقول له هنلعب تاني اكسبه، فيقول له فالساعه بقت 3 الفجر. فبعد كده قلت له يا كابتن خلاص انا مش قادر، انا لازم اروح انام وكده. فقال لي هتنام يعني مش هنلعب شويه؟ قلت له يا كابتن خلاص انا مش قادر. فروحت الاوضه لقيته جه خبط عليا يلا تعالى نلعب تاني، ما بحبش اتغلب. فقال لي يلا نلعب تاني. كابتن خلاص عايز انام، مش قادر خلاص عايز انام والله. هو هيغلب يعني هيغلب؟ ما هو لسه بيتعلمها، هيكسبني ازاي وهو لسه بيتعلمها؟ هو بيتعلم فيك. عنده اصرار. لا طبعا اصرار كابتن حسام. كلنا اتعلمنا منه قصه ان هو عنده اصرار في الملعب، ما بيحبش يخسر. دي حقيقه. انا اتعاملت مع اتنين دايما بقول اني يعني من ضمنهم طبعا اكيد كابتن محمود الجهي رحمه الله عليه. طبعا من الناس اللي بجد يعني عرفت يعني ايه تبقى صاحب شخصيه، صاحب قرار، عندك قوه اراده. وطبعا اكيد كابتن حسام اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.